أهلا وسهلا طلاب سنة خامسة. مرة ثانية أنا خالد بدران، أخصائي أنف أذن حنجرة في مستشفى الأمير حمزة، اهتمام تجميل الأنف. هاي المحاضرة رقم خمسة عن الإبستاكسيز والسبتال بيرفوريشن. بذكركم أن محاضراتي عبارة عن أسئلة، بعدين بقول لكم حطوا بوز فكروا بالجواب وبعدين ريبلي عشان تسمعوا الجواب. هاي الطريقة أحسن كتير لأنها بتحفزكم تفكروا. بحب دائما الأجوبة تكون سيستماتيك، ما فيش داعي كتير معلومات قد ما في داعي إنكم تعرفوا تفكروا. هاي الشغلات التفكير مش موجودة في الكتب على فكرة، بس هي اللي بتفرق بين دكتور ودكتور. بالأخير المعلومات العامة، المعلومات التفاصيل كلها موجودة في الكتب. أوكي، نبدأ في الإبستاكسيز. زي ما بتعرف الإبستاكسيز هو نوز بليد. سووا لي كلاسيفيكيشن للإبستاكسيز. هاي الشغلة مهمة لأنه أي شيء في الطب له كلاسيفيكيشن. في ممكن يكون عدة كلاسيفيكيشنز، فأنتوا اختاروا وسووا لي. يلا بوز ريبلاي. واحد اثنين. واحد من التصنيفات الابستاكسز زي هيدك، سيفير ولا مايلد. اوكي، في شيء مايلد وفي شيء سيفير. ليش احنا بهمنا نعرف الكلاسيفيكيشن؟ لانه افرض اجاك على التليفون قال لك في واحد بنزف، كثير بهمك انت تعرف هل هو مايلد ولا سيفير، لانه كثير فيها امبليكيشن على المانجمنت. الشغله الثانيه ممكن تصنفوه anterior و posterior epistaxis، يعني ممكن يجي من قدام ممكن يجي من ورا. ليش؟ لأنه قدام simple و easy to manage، the posterior is more complex. okay. هلا كتير مهم الكوميونيكيشن مع المريض، لأنه المريض ما بيعرف anatomy of the nose زينا. okay. ففي كتير من المرضى بفكروا إنه especially في hypertensive patients بفكروا انه صار في bleeding من البرين. فلقوا لي طريقة توضحوا للمريض شو different types of nosebleeds. يلا pause replay. واحد اثنين. اوكي، خلينا اساعدكم اكتر. في اي pathology بحب اسألكم عنه بالامتحانات بتقولوا له ممكن يكون simple ممكن يكون complex. اوكي، والماجوريتي بيكونوا سمبل. هاي الانترودكشن، يلا فكروا فيها. واحد اثنين بوز ريبلاي. اوكي، النوز بليدز ماجوريتي اوف نوز بليدز ار انتيرير نوز بليدز. اوكي، وهاي السمبلست فورم اللي هي بليدنج فروم ذا سبتم which is the partition in the that splits the nose into two halves. اوكي، لانه المرضى ما بيعرفوا شو يعني سبتم، بتقول لهم بيفصل الانف حجرتين. اوكي، وهاي المنطقه في السبتم هي common site of nose bleed because it's the confluence of many vessels coming to the nose. اوكي، طيب بدأنا الحكي هذا، خلينا نتعمق شوي. هلا البلد اللي بيجي للنوز بيجي من النك. شو المين blood vessels that end up in the nose؟ لأنه هاي بتفرق بالمانجمنت. يلا فكروا فيها. واحد اثنين stop replay. The two main vessels back in the nose: the internal carotid artery والexternal. هون محطوط posterior بس into external. okay. هدول the two blood vessels بيعطوا ليش للنوز؟ لأنه ليش؟ لأنه أحيانا نضطر إنه نوقف النزيف مش من هون، من هون. اوكي، طيب معناته في شيء اسمه ليجيشن اوف ذا فيزل حتى نوقف البلد فيزلز. هلا انتم لو بدكم تعملوا ليجيشن لاي واحد بتعملوه، انترنال والاكسترنال؟ يلا بوز ريبلاي. واحد اثنين. اوكي، اكيد الاكسترنال، لانه الانترنال اذا عملت له ليجيشن بصير عند المريض ستروك. اوكي، الانترنال بروح للبرين والاكسترنال للفيس. طيب كيف بتفرقوا؟ افرضوا انتم فتحتوا النك، بدكم تفرقوا بين الانترنال والاكسترنال، شو بفرقوا عن بعض؟ يلا بوز ريبلاي. واحد اثنين. اوكي،
هلا ال ال الاكسترنال الاكسترنال بيجي ميديال للانترنال، مع انه المفروض بالعكس، بس بيجي ميديال بعدين بيطلع منه برانشز. اذا طلع منه برانشز معناته هذا الاكسترنال، معناته يو كان لاجيت. اوكي طيب، هلا البرانشز بيطلعوا للنوز كمان شوي بتشوفوها، بس في الانترنال بيعطي الاثمويدز والاكسترنال بيعطي البالاتاين. هاي شوي ادفانسد. اوكي هاي صوره النوز. هلا في انترنال واكسترنال. اوكي هذول اللي بيعطوا ميني برانشز. اهم واحد الاكسترنال بيعطي السفينو بالاتاين من ورا، والاكسترنال بيعطي الاثمويدز. الاثمويدز بتكون اوفثالميك بعدين بتصير اثمويدز. شو ليش المظلل اللي شايفينه؟ شو ممكن يكون محل التقاء البلود فيزلز؟ يلا فكروا فيها. واحد اثنين، هذه اسمها الكازل باخ بلكسس او الليتلز اريا. هاي كونفلوس اوف فيزل اللي هي بتصير بالسبتم، وهي كومن سايت اوف النوز بليد. إذا 90% of epistaxis occur in the Kesselbach plexus. اللي هي شو؟ يلا بوز ريبلي. واحد اثنين اوكي، اللي هي exposed position in the anterior part of the septum. اوكي إذا هي الكازلباخ بلكسس في انستموزز the anterior part of the septum. Okay. The lateral wall rare, بس كله معظمه septal. Okay. طيب عرفنا the site of nosebleed. بس إذا حد سألكم طب هو ليش بصير nosebleed؟ أنتوا أي nosebleed لأي part of the body بنقسمه دائما اسمين، شو هما؟ يلا pause replay. واحد اثنين. Okay. إذا دائما في local cause وفي systematic cause. اوكي لوكال كوز سيستم. طيب اللوكال كوز تبع النوز بليد شو ممكن يكون؟ يلا فكروا فيها بوز ريبلاي. واحد اثنين. اللوكال كوز اول شيء بدكم تعرفوا انه تروما. اوكي تروما ممكن يكون انفكشن، ممكن يكون هيريديتري بروبلم، يعني مثلا تيلنجكتيزيا. اوكي بس اهم واحد هو تروما. طبعا في شغلات لما ما نعرف السبب باي باثولوجي في البادي بنحكي انه ايديوباثيك. هذه الاوبشن تبع الايديوباثيك المفروض تكون باخر الليسته تبعتكم مش باوليتها. اوكي لانه الايديوباثيك ممكن يكون في سبب واحنا ما نعرفه. اوكي طيب شو رايكم بالسيستميك كوزز بدها تكون؟ يلا فكروا فيها. واحد اثنين بوز وريبلاي. السيستميك كوزز شايفين في كتير، في هيموفيليا، لوكيميا، ثروموسيتوفينيا. طيب انتوا عشان توفروا على حالكم تحكوا لوكيميا، هيموفيليا، كوغوليشن بروبلم، انتي كوغولانس، هاي لخصوا لي اياها بكلمه واحده، لانه دائما لما تجاوبوا السؤال بامتحان حلو تجاوبوه بهيك وان سنتنس. يلا فكروا فيها بالنسبه لهذول الهيموفيليا واللوكيميا والثروموسيتوفينيا. بوز ريبلاي. واحد اثنين. اوكي تحكوا يا اما بليدنج تندنسي، يا اما كواجيليشن بروبلم. اوكي او كواجيلوباثي. لانه في كثير ناس بيبدوا لي لوكيميا ثرومبوسيتوبينيا. انت تخيل حالك لما تجاوب هيك او تجاوب بليدنج تندنسي. بليدنج تندنسي اول شيء سيفر ابروتش، ما بتخليك تلخبط. بعدين وقتها الامتحان بيسالك طب شو مثل شو؟ يعني هي عباره عن ديالوج بكون دايناميك، ما تفكروا انه بس هيك جواب واحد. اوكي طيب برضو لو قال لكم مثلا شو لكم بليدنج تندنسي تحكوا له الى اخره، وما تنسوا الدرجز اللي هي انتي كوجولانس. اوكي طبعا في كارديوفاسكولار كوز اللي هي هايبرتنشن، هاي شغله ثانيه. يعني تخيلوها زي بربيش، يا اما يكون في مشكله انه بالبليدنج او يكون في ضغط كثير في البربيش عشان هيك بيفتح البربيش.
هي فيزيكس اكثر من شيء ثاني. اوكي اجاك واحد بليدنج وبعدين فحصته لقيت عنده هاي البيكتشرز. اول شيء بدي اياكم توصفوا لي شو بتشوفوا. يلا فكروا فيها بوز ريبلاي. واحد اثنين. اوكي This is a clinical photograph of the mouth, hands and tongue showing multiple PTKI. اوكي okay. مش تحكوا سبوتس، مش تحكوا اريديما، مش تحكوا راش. PTKI هاي PTKI اللي هي خصوصا انه السؤال كان واحد عم بنزف واضح. شوفوا انتوا دائما يعني بتوجهوا حالكم لما تعملوا ديسكريبشن بيز على السؤال. فاذا واحد قالكم بنزف من انفه معناته هاي اكيد من البليدنج. دائما البليدنج بالميكوزا ببين الايكوفالنت اللي هو PTKI. اوكي اللي هي هيريديتري HHT هيريديتري هيموراجيك تيلنجكتيزيا. هذه انا زي ما قلت لكم من اول انه دائما ديفرنشال اوف اني باثولوجي هو كونجنتال اكوايرد. اوكي فهذه بتحطوها تحت كونجنتال. اوكي عشان هيك ضروري تفكروا انه في كونجنتال اكوايرد بعدين اكوايرد لوكال سيستميك الى اخره. اوكي هذه بتقدر تقراوها التفاصيل تبعتها اللي هي اوتوسومال دومينانت ورد. هاي في ريد سبوت كاتبين هون بس يعني ممكن سبوتس هي ممكن بس ما في كوراش. انه الراش انفكشن. اوكي اريديما مش اريديما لانه هاي لوكلايزد. اوكي هلا لو حدا سالكم وات از يور فيرست مانجمنت اوف ا نوز بليد كيف بتجاوبوها؟ يلا بوز وريبلاي. واحد اثنين. يعني اول شيء بكم تقولوه انه وان وي ستوب ذا بليد. نفس الشيء واحد اذا نزف من رجله واحد نزف من دماغه وي ستوب ذا بليد. اوكي وبرضه معاها وي ريسيسيتيف ذا بيشنتس لانه بكم تاخذوها انتم زي تانك ميه بسحل من تحت يا اما من تحت بتسكروه اذا ما قدرتوا تسكروه من فوق بتعبوه. As simple as this. اوكي اذا في بهمنا انه اي بي سي مره ثانيه حتى لو كان نوز بليد. انا بعرف انه النوز بليد مش يعني شيء كثير ماسف بس ممكن يكون اول شيء ماسف بعدين هي يعني از برنسبل مهم انه تبينوا للممتحن انه انتم عارفين شو كيف بتفكروا. اوكي اي بي اكسس فيوجن الى اخره. اوكي اوكي هلا اذا الاول شيء بدنا نقول انت ستوب ذا بليدنج. اوكي في عندنا ست خيارات كيف نوقف البليدنج. يلا ابدوا لي من السمبل للكومبلكس. بوز ريبلاي. واحد اثنين. اوكي خلينا نشوف. اذا اول شيء مانوال بريشر. اوكي مانوال بريشر. بعدين الشيء بعديه اللي هي كوميكال كوتري انك تكوي او الكتريكال كوتري او نيزل باك تحط باك اذا ما زبطت. اوكي انتوا احكوا لي اذا هدول ما زبطت ايش بتعملوا. يلا بوز ريبلاي. واحد اثنين. اوكي كثير منكم بقولوا سيرجري. ماشي سيرجري صحيح اللي هي اخر خيار بس قبليها دائما في قبليها في دائما عندنا في الميديسن سوليوشنز بتوفر لكم السيرجري. مثلا الاندوسكوبي لما تطلع من الاندوسكوبي بوفر عليك تفتح البطن صح. هون النوز دي ايش بوفر عليك السيرجري اللي هو الراديولوجيست. دائما الراديولوجيست هو الانترميديت بين الميديكال وبين السيرجيكال. اوكي اذا انجيوغرافي وامبولايزيشن. امبولايزيشن اوف ذا بزل نفس الشيء على فكره نفس الجواب للنوز للابدومينال بليد للبرين بليد. دائما قبل ما تقولوا سيرجري خذوا هيك ستوب واحكوا قبليها راديولوجيكال انترفنشن. اوكي سيرجيكال مانجمنت. اوكي هلا حتى نعمل ديجيتال بريشر في عندنا خيارين. في عندنا نعمل من فوق نكبس على البون وفي عندنا خيار نكبس تحت على الكارتلج. انو بتختاروا؟
يلا فكروا فيها. واحد اثنين. بس عشان أوضحكم أكثر، يا على البون فوق يا على الكارتلج تحت، ما في على الجنكشن بين البون والكارتلج. يلا فكروا فيها. واحد اثنين. أوكي. إذا ديجيتال بريشر كان لازم يكون تحت، إحنا دائما نعمل من فوق بس لأن هيك تعلمنا. أوكي. بس هذه is a useless practice إنه تحط على البون. أوكي. هاي ممكن تحط عليها آيس باكينج إلى آخره. أوكي. المريض لازم يكون leaning forward. أوكي. السكند ستيب نتعمل كتري. طيب فينكم طريقتين تعمل الكتري؟ شو هم الطريقتين؟ يلا واحد اثنين. بوز ريبلاي. في عنا كيميكال وفي عنا إلكتريكال كتري. أوكي. كيميكال هو سيلفر نايتريت، بيعمل طبقة كيميكال انتراكشن ليدينج تو كتري، أو إلكتريك عن طريق الإلكتريك كارنت بيعمل كوترايزيشن. أوكي. نوز باكينج اللي هي عبارة عن ريبون جوز أو ريدي ميد باك تحطوها جوا النوز عشان تزيد البريشر، لأن النوز عبارة عن تيوب، فممكن ضغط من برا ما يكفي، لازم تحطوا إشي جوا حتى يسكر اللومن حتى يسكرها. أوكي. هلا في عنا نوعين، في عنا عدة أنواع من النوز. في عنا الأولد واي إنه تعمل ريبون جوز طويلة، هاي الناس بخافوا منها دائما، الناس لما يجوا يسألوا عن عملية السبتوبلاستي اللي هي نحط بعديها باك، هل راح تحط شريطة طويلة بمنخاري؟ ما بدي العملية وهذا، لأنه في ناس كان عندهم تجربة سيئة بالشريطة الطويلة. هذه قليل ما نستعملها، عادة بتكون ريدي ميد باك زي التامبون، بتحطوها وبتنفش مع الدم وبتعمل باكينج. أوكي. هلا في النوع الثاني من الباك هو البوستيرير باك، اللي إذا في كان في بوستيرير بليدينج. اوكي. او ممكن تحطوا فوليس كاثيتر تبع نفس الفوليس كاثيتر، تحطوه ورا وتفتح البالون عشان البريشر يكون ورا مش قدام. انفليتبل باكس عندنا، وهون في بوستيرير باكينج اذا الليدين كان بوستيرير اللي هو كاثيترايزيشن. اوكي. اللي هو الكاثيتر الفوليس كاثيتر. انواع الباكات كثيره، في منها زي ما تقول ريبون جوز، في منها زي التامبون تحطوها بتنفش جوا، في منها زي بالون تحطوه وتحطوا فيه هواء عشان يفتح عشان تزيد البريشر. اوكي. طيب هلا شو رايكم السيرجيكال السيرجيكال سوليوشن فور الابستاكسز؟ بس انا خلينا اوقف هون، وقبل ما تروحوا للسيرجري اذا انتوا الباك مش ظابطه معاكم، شو في اشي تعملوه قبل السيرجري؟ اوكي. قبل السيرجري في نعمل امبولايزيشن. طيب قبل الامبولايزيشن، يعني انتم مثلا فكروا فيها، عملتوا باكينج مش عم بوقف، بدكم تروحوا للامبولايزيشن بعدين السيرجري، بس قبل ما تروحوا لهدول التنتين شو في اشي لازم نظبطه، وهذا بنطبق على اي بليدنج في البدي قبل ما ننتقل للمرحله هذيك. يلا فكروا فيها. واحد اثنين. الحل انه انتو تو تريت بليدنج تندنسي، يعني اللي عنده بليدنج تندنسي تحطوا تعطوه فريشن بلازما او بليتلتس، اللي عنده اللي ماشي على وارفرين توقف الوارفرين والهيبرين. ففيك هاي كثير كثير مهمه، هاي تجيكم كثير في الطب، كثير كثير مش شوي بالبليدنج. قبل ما تعمل intervention you have to correct the bleeding problem. Okay. إذن هون عندنا الانجيوغرافي والسيرجري. السيرجري اللي هو ligation of the vessels، يا اما هون يا اما بالنك. اوكي. برضه السبتوبلاستي لما ترفعوا لما تفتحوا السبتوم وترفع الفلاب، هي هاي برضه it can cure the bleeding. اوكي. septal perforation اللي هو hole بالسبتوم. خلينا نيجي لل causes of hole in the septum. طيب احنا لما نقولكم what's the cause، انتوا فكروا فيها، في عندكم septum كان سليم، صار فيه hole. ليش صار فيه hole؟ يلا فكروا لي بال causes. بنبدأ في الأولى. واحد اثنين. pause replay. أول cause مفروض تعرفوه اللي هي تروما. تروما
بتسوي هول. طب هاي تروما، شو اسباب التروما هاي؟ يلا اعملوا كلاسيفيكيشن للتروما اللي بتعمل هول. يلا بوز ريبلي 1 2. طيب احنا خلينا نصنف لنوعين اوف تروما بتعمل بالهول. مره ثانيه هي بساعدكم. يلا بوز ريبلي. اوكي، تروما could be self inflicted trauma، انا اللي سويتها، او iatrogenic trauma by other person. اوكي، يعني ممكن self inflicted no speaking. اوكي، by others، الاذرز ممكن يكون واحد ضربك في قلم، هي عمل تروما، او operation، واحد surgeon عمل operation. هاي يعني انت كيف ممكن اقسمها تروما؟ اذا self inflicted others، الاذرز intentional non intentional. اوكي، يعني واحد جاي يضربك، واحد جاي يعمل لك عمليه وبالغلط non intentional طلع معه perforation. اوكي، ف it's the way to think، لانك لما تفكر هيك سهل تعرف هذا. يلا السبب الثاني غير تروما، pause replay 1 2. السبب الثاني infection. اوكي، infection اللي هو syphilis tuberculosis، هاي يعني very rare انك تشوف syphilis. هذا السبب الثالث اللي هو neoplastic process، neoplastic اللي هو او inflammatory مثلا Wigner's sarcoidosis. فانتوا حتى تفكروا في هالفرع، تفكروا انت تروما، infection، inflammation، neoplasm. نفس السيرجيكال سيفت اللي علمتكم اياها. هون في عنا بالاضافه في اضافات اللي هي مثلا هابتس، واحد بسنيك كوكين، اوكيبيشنال، واحد بيشتغل مع الفيومز. اوكي، طيب هون لو اسالكم وات ار ذا سيمبتومز اوف ا سيبتال بيرفوريشن، دائما الواحد لما يسالكم سؤال وات از ذا سيمبتوم، دائما في اول جواب تحكوا له كل شيء. شو هذا الجواب؟ يلا بوز ريبلي 1 2. الجواب تحكوا it depends on the size of perforation. ليش حكيت هيك؟ يلا بوز ريبلي 1 2. لانه majority of perforation are asymptomatic. فاذا انت حكيته اذا انت بديت بهالطريقه تكسب علامه يعني at least 20 points من 100. إذا حكيت له it depends on the size، many are asymptomatic. ما تفكر إنه لما تحكي asymptomatic معناك ما حكيتش معلومة مفيدة. لا actually it's very useful information. Okay. الشغلات الثانية اللي هي ممكن الهول هاي تعمل whistling sounds، ممكن تعمل crusting و epistaxis. Okay. ممكن تعمل cosmetic problems، يصير في drop بالnose، crusting. Okay. طيب الانفستيجيشنز، كم تكون الانفستيجيشنز تبعت الانفلاماتوري ديزيز مثلا ويجنر، جرانولوما، انتيلو، انتيلاو، اي اس ار، روماتويد فاكتور الى اخره، تشست اكس راي. ليش تشست اكس راي؟ لانه الساركودوزز بدهم تشست اكس راي، سيفلس سيرولوجي الى اخره. اوكي، طيب هلا نيجي للمانجمنت. السؤال هاو، لو رحتوا امتحان وقالوا لكم هاو دو يو مانج سيبتال بيرفوريشن، وحتى تقدروا تجاوبوه حتى لو منكم مش دارسين شيء عنه، لانه في كومون برينسيبل هاو تو مانج ديزيز. هاو دو يو مانج ات؟ يلا ستوب ريبلاي 1 2. اوكي، اذا المانجمنت كثير often هذه often the point missed إنه بالمانجمنت في often an option of not to do anything، not to do anything especially إذا كان الإشي asymptomatic. فهاي خليها بجيبتكم إنه تكون أول سؤال عندكم، إذا كان asymptomatic no treatment. هاي تعطيكم very very boost أو big push بالrating تبعتكم. أوكي، طيب فنفترض بدو مانجمنت، كيف بتقسموها المانجمنت؟ يلا think about it، pause replay 1 2.
يصير اسموها ميديكال وسيرجيكال. ميديكال وسيرجيكال. طيب برضو you have to look at the predisposing factor. يعني اذا كان ما بنفع انت تعالج مشكلة اذا ما عالجت التريجر تبعها. يعني مثلا افرض لكم allergy. How do you treat allergy؟ يلا فكروا فيها. Pause, replay. اوكي allergy ما بتقولي antihistamine. بتقولي remove the trigger. بعدين antihistamine. نفس الشيء هون. Cure the disease before treatment. يعني إذا واحد من sarcoidosis من حسن sarcoidosis بعدين منعالج الجلد. إذا دائما أسموها في local وفي systemic. Systemic بتعالجها. Local في leave it أول واحدة. Medical surgical. اوكي الميديكال بدكم تعطوهم شغلات حتى تخفف الكريستنج. اوكي كريمز. اذا كان في بليدنج تعملوا كوتري تعطوهم نزل دوشينج. هلا السيرجيكال بتكون ايش احنا بنسكره. طب انتوا هلا كيف بتسكروا البرفوريشن؟ هلا انتوا لما يجيكم سؤال how do you close a defect اعتبروه مثلا ASD. اوكي اذا حكينا انه في ناس ما بحتاجوا, في حكينا انه في ممكن نحسن التريجر تبعه ايش كان, ممكن نعطيه ميديكال. بس السيرجري في جزئين منها. في جزء هي بنسكره بس مش سيرجري, وفي جزء سيرجري يعني بننفك النايف. شو رايك هاي ممكن يكون التو اوبشنز؟ ايش خصوصا الاوبشن الاول كلوجر وذاوت سيرجري. يلا فكروا فيها. بوز ريبلاي. واحد اثنين. دائما مثلا زي الميكروشيا متضايق من شكلها, كيف بدك تحسنها من دون سيرجري مثلا؟ ايش من دون سيرجري؟ يلا مره ثانيه. بوز ريبلاي. اوكي دائما اول اوبشن بتقول له بروستيسيز. هاي بروستيسيز مثلا هون الهول ممكن نسكرها بالبلاستيك, هون الاير ممكن نحط بروستيسيز. فدائما في الاوبشن بعدين السيرجري. طيب نيجي للسيرجري. انت عاده قبل ما ندخل للبرفوريشن, انت لو في عندك سيرجري ديفكت بدك تسكره, او مثلا في عندك سكار بالبدي, واحد عضه كلب واخذ جزء من جلده بدك تسكرها. اوكي بعد ما نظفتها وبعد ما you cured his previous illnesses بدك تسكرها. كيف بتسكرها؟ يلا فكروا فيها. بوز وريبلاي. واحد اثنين. طيب بذكركم في سلم في surgical ladder بتسكير الديفكتس. فكروا كمان شوي. يلا بوز وريبلاي. واحد اثنين. اوكي اول وحده اللي هي primary closure يعني بتخيطه, بتقرب الايدجز على الايدجز تخرب بتخيطها. طيب احكوا لي البقيه هلا. يلا بوز وريبلاي. واحد اثنين. الشغله الثانيه يو ريفريشن ذا ايدجز وبتستناها تسكر باي سكندري انتنشن يعني الابيثيليوم بسحف. طيب هاي مش خيار. ايش الثالثه؟ يلا بوز وريبلاي. واحد اثنين. الخيار الثالث انك انت تحط جرافت. اوكي ما بدك جرافت. ايش الخيار الرابع؟ بوز ريبلاي. واحد اثنين. فلاب. طب شو الفرق بين جرافت وفلاب لتسكير ديفكت؟ يلا فكروا فيها. واحد اثنين. اللي جرافت هي فري. مهم تحكي كلمه فري تيشيو, تنقل من محل لمحل. مثلا البرفوريشن تنقلها تاخذ السكن وتحطها جوا free. The flap, it's a graft that maintains its original blood supply. يعني بتاخد التشيو بضلوا من الأوريجين بضلوا محتفظ بالblood supply وبتزيحه عشان تسكر الديفكت. هاي الشغلات كتير مهمة بالسيرجري. اوكي فإذا عن البرفوريشن سبليفوريشن إذا انكلوجر باي ريبير عن طريق ميكوزال فلاب. هذا اللي أوصل له بالأخير. اوكي اذا في عندهم variety of operations skin grafts flaps في عندنا
septal button, which is a stylistic like prosthesis حقتها. في طريقة تانية. Surprise, surprise, إنه توسعوا البرفيشن لأنه بجوز يكون عنده مشاكل اللي بيكون صغير بصفر، فلما توسعوه ببطل يصفر. Thank you very much.